اتفضلي يا عروسة. ايه ده؟ مش انت؟ فين؟ تعالي يا حبيبتي. خشي برجلك اليمين. نورت بيك. اتفضلوا يا جماعة، اتفضلوا. تجري كده على طول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ألف ألف مبروك. الله يبارك. الأكل عندكم أهو، عايزاكم تخلصوه كله. إن شاء الله. ألف مبروك. تسلمي. ألف مبروك يا حبيبي. حبيبي يا أخوي. ألف مبروك. ألف مبروك يا زينب. جدع من يبارك فيك يا مصطفى. عايزين اللي هيلتم من البيت. ها؟ يا رب. فاهم ولا ما أنتش فاهم؟ شد حيلك. مبروك. مبروك يا معلم. ربنا يهدي سرك. ربنا يتمم بخير يا رب. الله يبارك فيك يا جماعة. متشكرين. يا رب كده جوزت الهنا. يلا. نجملكم في الأفراح، سيبوا العرسان لوحدهم. يلا. يلا يلا. يلا. نجملكم في الأفراح إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ تعالي هنا يا بت، ايه اللي موقفك هنا؟ يا هلا، تعالي خدي بنتك. عايزه اقعد معاهم شويه. مفيش شويه ولا شويتين، يلا يا بت يلا. يلا. ما تخلصش الاكل كله. حاضر. حبيبه صلاح. كانش راضي يقفل. نورتي بيتك يا عروسه. ايه رايك في الشقه؟ حلوة. والله انت اللي حلوة وزي القمر. أنا عايز نقولك على حاجة. يمكن يكون الوقت مش مناسب. بس هنقولك. أنا كنت بحب مرات الله يرحمها. أكتر من أي حاجة في الدنيا. ولما ربنا افتكرها قلت خلاص. مفيش واحدة ست ممكن تخليني أفكر أتجوز تاني. لحد ما شفتك ساعة ما كنا في المكتب. عارفة؟ حسيت بإحساس غريب كده جوايا. عارفة طلع إيه؟ إيه؟ إن قلبي حبك يا زينب. صحيح إن يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية، بس أنا حاسس إن إحنا هنكون مبسوطين أوي مع بعض، ونخلي في يجي 15 عيل. بس أنا في حاجة لازم أقولك عليها يا محروس، وما ينفعش أخبيها عنك. حاجتي اللي ما ينفعش تخبيها عني يا زينب. أصل أنا مش هينفع أعيش مع واحد مش قريب من ربنا. أنا عايزاك تصلي يا محروس. يا ست أصلي؟ عايزاني أصوم اثنين وخميس كمان؟ عايزاك تأم بيا وأصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازة دي. إن شاء الله هيكرم. ده أنت وش الخير. فجأة ظلمت في وشي يا عم منسي. يا عم الدنيا ما اتربيتش، روق. أنا بعونك يا رب لو عايز طاقية لخفة وأطيرك بره البلد لا يحصل في ثانية. أنت ما تعرفش إن أخوك بقى ساحر الصحراء ولا إيه؟ السجاير بتاعتك كبير ملفوفة وجاهزة ومية المية. قشطة كابيلو حبيبي يا معلم. عندها لك الحريم. خلي البنات تدق الزر علشان أزهار. ليلتك فوق يا بير. صباح. عارف السحلية أولها فين؟ لما حبيت عسلية. من بعدها كل
ليش لا؟ قصدك كل شيء تلزق. بص يا صاحبي، أنا الدنيا علمتني إن اللي فات اتدفن واتاخد عزاء. صح. بقول لك إيه؟ قول. عايزك تشوف لي مطرح توفيق. جرى يا راجل. ما تفك لحن دماغك شوية. أنت هتقعد معايا في المطرح هنا. وهنا لا حكومه طولك ولا سوسن بدر تشوفك. اوك تشبرني بقى اروح واجي وبتاع وشاي بالنعناع طول ما انت جنبي هروشك. امين امين. ايوه في ايه؟ ايوه انا في حد تشوف البيت. طب عايز افهم بس حصل ايه؟ راشد فين؟ لا لا ماما ما اعرفش. تعرفيش في تون؟ ايوه يا بيه انا خير. تعالي لي بقى كده حلوه. تعالي خف حالي شويه. خف نفسك. راشد فين؟ ما اعرفش عنه حاجه يا بيه. وما دام ما تعرفيش ميته بره بيتك ليه؟ اصل راشد يبقى جوز اختي. اختي عسليه ضربني يا بيه. اقعد له سبت الحاره وجيت عند غنوة. ما تحوريش يا بنت احسن عليا النعمه. البسك عليا ده دم وانت واقفه. انت سامعه؟ راشد كان معاك امبارح وخارجين انتوا الاتنين من الكاميرين بالليل سوا. حصل؟ ما حصلش. باشا راشد كان عندي هنا وانا طردته الساعه 2 بالليل ومشي. طردتيه راح فين؟ والله العظيم ما اعرف. حس كده بقى نروح الاسم كلنا وهناك بقى نتكلم براحتنا. نروح الاسم ليه يا بيه؟ تشتري سلم على بعض. والله احنا ما عملنا حاجة. انا ما عملتش حاجة. وحياة ربنا ما عملنا حاجة. يلا يا بنت طب اغير هدومي يا بيه، استر نفسي. طب يلا يا بنت وهي بسرعة. اللي انت بتقوليه ده لما يسألوك عن راشد قولي ما اعرفش. ما اعرفش ازاي؟ هيبهدلونا في الاسم دول، ودي جزاتي علشان شفتكم عندي في البيت. الله يخرب بيوتكم. طب يلا يا بنت وهي الفلوس اللي هتفرشوا. حاضر. الله يختم توعية، ما تلبوش من حد، العربية على طول. يلا. انا كلمتك انا بغني وتبوح بالسر ليه وانا سرك كتمتولك وخاين العيش يا ربي. لو هتغني تغني علي بس على سيرك. فاهم علي؟ علي انت بتعمل ايه؟ اوعى يا جدع انت سيبه الواد هيموت في ايدك. معلش معلش يا كمان والله ما كلمته. معلش يا اخي الله زميله مزنوق. الله معلش ما تطمنش على اهل بيته بقاله فتره. ايه يا عالي؟ ايه يا عالي؟ تعالى الواد ما عملتش حاجه يا اخي. لا في استهدى بالله استهدى بالله.
هو عمل ايه عشان ده كله؟ بس بقى يا ابني بقى خلاص اسكت. ايه مفيش اخبار برضه عن الجماعه اللي بره؟ مفيش. لا خير ولا شر؟ لا 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 الله معلش معلش ربنا يطمنك. يا بنت طمنيني عليكي، ليلتك عدت تمام؟ يا بنت اتكلمي وريحيني. ما تتكلمي بقى. اقولك ايه بس يا حاج، ده انا امبارح كنت هموت من الخوف وربنا كان باين عليكي. طب عارفه والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليكي. اه بس امانه الله يا حاج محروس ده طلع طيب وابن حلال قوي. الا قولي لي هي مراته بقى لها قد ايه ميته؟ بقى لها كده يجي سنتين، وعارفه من ساعتها ما شمش ريحه ست. بس بقول لك ايه، محروس جوزك ده ايده سايبه، انا مربياه وعارفاه. عارفه ده لو كان وقع روحه كان زمانه بنى عماره. اه ما هو باين الله اكبر عليه، ده كريم قوي. بس لازم بقى تاخدي بالك منه. اه انت سنه والتانيه هيبقى عندك عيل ولا عيلين، رتبي حياتك بقى يا حبيبتي. على مهلك عليا شويه يا حاج، انا ما اتجوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعمل. انت بس فهميني وانا هنفس. هقولك بص يا حلو، احنا عايشين معاك لحظه بلحظه متابعينك وعارفين كل حاجه عنك، فاحسن لك ما تنكريش. بقى مرت ما كانوا عندك في البيت ونزلت اتمشيت في الحاره بعد ما الونش اتقتل. ايوه باشا، ما هما كانوا عندي علشان فيتهم صاحبتي وانا كنت بضيفهم، وهما لما بعتوني الحاره انا سمعت كلامهم ورحت، بس والله العظيم ما كنت اعرف في ايه، وهو ده كل اللي حصل. اللهم طولك يا روح. ايه يا حلوين هتقوله ولا مش هتقوله؟ والله العظيم عجبك. بص بقى يا فتوم، هتقولي راشد فين هروحك من هنا وهنبقى حبايب، هتلفي وتدوري هلبسك قضية قتل الونش، والناس كلها كده كده شايفاكوا رايحين جايين وعارفة الخناقة والسياح اللي كانت بينكم. هو أي واحد يترزل على واحدة وبتقتله؟ والله العظيم يا بيه ما أعرف حاجة عن راشد. طب هو امبارح كان عند خلمة، أنا كرشته. تظهر عليكوا وهتلكوا كتير. بقول لك يا أحمد بيه، أمر يا باشا. شايف المزتين الجامدين دول؟ أكيد. عايزك تروقهم لي وسمعني اللحن يا باشا. اعتبره حصل. يلا يا حلوه انت وين؟ لا يا باشا بص انا يلا. لا يا فتون هتكلم. بص يا باشا، لما راشد وفتون كانوا عندي انا سمعتهم بيتكلموا، وكانت فتون بتسال راشد على موضوع قتل الونش، بس بصراحه والله العظيم اللي انا فهمته ان فتون ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده، وكمان اتكلموا عن واحد اسمه الحسن. تقريبا كده اللي فهمته ان راشد قتله بجد. الحسن ده يبقى خطيب عسلية اخت فتون، وانا والله ده كل اللي اعرفه. والنبي يا باشا عايز اروح. ايه روح ما بعدك روح بقى. الله يخرب بيتك. تمام حلو قوي كده. جو حلو قوي النهارده والبحر جاي. قلت اجيب بقى شط عايده، ده انضف شط في اسكندريه كلها. بس انا عايزك تاخد بالك عشان شكلك داخل على دور برد. لا مفيش، ده زبون امبارح رخم خرجنا عن شعوري. معلش يا اخويا. فين البتاع؟ نقعد هنا بقى. ما نقعد هنا هو عادي هنا ولا هيطردونا ولا ايه؟ يطردونا مين؟ انا ليا معارف هنا وحبايبي كتير. خش زي الباشا. ماشي يا باشا. اقعد اللي ايدك مخرومه، وكان ممكن بدل التكسين يبقى عندك عماره زي ما صباح قالت لي. فين مخرومه بس، ما زي الفل يا ستي. هو احنا نعيش مرتين؟ هي مره واحده والحمد لله. انا مستوره معايا ومرزق، دي نعمه ولازم نتمتع بيها. سيبك من كلام صباح، كل واحد يعيش على الطريقه اللي تريحه. شكلك كده على طول هتعمل اللي في دماغك وتقول على اللي يقنعك. بس لا خالص، احنا نتكلم ونتناقش
والأصلح لحياتنا يمشي. برضو يعني مش هقدر أنكر كلامك حلو، وأنا مش عارف أقولك لأ على حاجة. طب أنت بتضحك علي، أنا بتكلم بجد والله. طب يا ستي خلاص، أنا مش هتناقش معاك في حاجات تانية. اللي أنت عايزاه عملته حلو كده. ربنا يفرح قلبك ويقدرني من أسعدك وأهنيك. هو انت ايه حكايه الخاتم اللي انت لابسه فيه؟ تاني وانا قلت لك ده بتاع ابويا، وانا قررت ان انا عمري ما هقلعه من ايدي. الله يرحمه، كان نفسي اشوفه والله. هو كان كفيف بس كان طيب وبيصلي وما بيفوتش فرض. كان كلامه حلو يدخل القلب كده يطمنك. مش بملل من القعدة معاه. متهيألي كل الأبهات لازم يبقوا زيه. هو كان راجل جميل واسمه جميل. هو مين ده اللي اسمه جميل؟ أنت مش قلت لي إن أبوك اسمه أحمد محمد. هو ما أنا أحكي لك، هو كان له اسمين. أصل أنا أبويا كنا ما بينا يعني بنده له جميل، بس في البطاقة والورق الرسمي كده كان اسمه أحمد محمد. كنتوا بتدلعوه يعني؟ طب مالك من ليه اسمي؟ بجد؟ واسمك ايه بقى غير محروس؟ روسا. بس اصحاب القريبين بس هم اللي بيندهوني بيه. روسا؟ انت قولي لي يا روستي. امسك كده. روستي ايه؟ محروس كده احلى وارجل. مش عاجبني روسا ده. يبقى محروس. اه. يا سلام. انا عايز اقول ايه؟ عيب كده قدام الناس. يا ستي احنا براحتنا، محدش حاجة عندنا يا زين. الهامي؟ هي الناس ماشية مالطة كده ازاي؟ انت عايزهم يمشي ازاي؟ ده صيف يا زينب، الناس على الشط. ايه اللي صيف؟ عيب تقول كده يا محروس، انت متدين وتعرف ربنا. استغفر الله العظيم، برضو الستر حلو. انت بتبص على عادي عادي. هو ايه اللي عادي؟ ايه المشكله؟ الناس فاتحه هنا بحر. انت رايحه مرسى ابو العباس؟ ده خطوتين من هنا. استغفر الله ربي واتوب اليه. هات ايه يا جزة؟ ايه يا قلبي؟ بقولك ايه؟ قولي. ادخلي جهزي الزهر علشان ازهر. ماشي يا ماشي. بس بقولك ايه؟ صاحبك ده مموت نفسه شرب. واحنا هنموت نفسنا زهر. ماشي. يلا يا جزة. يا قول. ايه يا عم؟ بدي دي وحش. ودي كمان. أنا كنت متجوز أحلى واحدة في الدنيا. اللي هي مين؟عسل إيه؟ عسل إيه؟ عسل إيه؟ دي حتى تبقى ملزقة. هو ماله ده؟ ماله لونه غامق كده ليه؟ زعلان من نفسيته وعايزين ندق له الزار علشان أزهار. ما تيجي ندق الزار يا وحش. خرجنا يا فطور.
لو كنت مشيت ورا دماغك وحورت على الضابط كان زمانه بهدلنا وما شفناش الشارع. خلصت؟ اه خلصت يا اختي، عشان انا اللي خلصتها. واديكي خرجتي من الحوار ده كله زي الشعر المعدين. يا بنت هبله، انت فاكره ان الضابط يعني خلصنا عشان الكلمتين بتوعك دول؟ ما هم عارفين كل حاجه يا اختي. لا يا حبيبتي، ما كانش يعرف حوار اللي اسمه الحسن ده. نبي يا اختي، انا حاسه ان هو مخرجني عشان ابقى طعم تجيب بيه راشد. والله العظيم انت بنت هتقعدي تتكلمي معايا كده زي ما تكون خارجين من كوافير؟ هو انت اللي متضايقه يا فتون؟ على فكره انت اللي جرجرتيني على الاسم وبهدلتيني. طب طمنيني، هتروحي فين ولا هتعملي ايه؟ رايحه في مصيبه اختي القرف ده. طب هتروحي على الصلاه ولا هتعملي ايه؟ طب لو فاضل سألني أقول له إيه يعني؟ مش فاهمة. لا ده أنت هبلة. حرام. طب مش كنت تستني نصلي سوا؟ لا ده مش العشاء. أنا بصلي ركعتين شكر لله. أصلاً ربنا كرمني بيك يا محروس. والله العظيم ربنا كرمني أنا. ده انا حاسس ان انا دخلت الجنه. انا هروح نحط الشاي على النار ونرجع نصلي سوا. خليك انت، انا هعملهولك. انا عايز اعمل لك شاي بايدي. الحمد والشكر ليك يا رب. والشاي الشاي الشاي اعمل لك يا حبيبي الشاي بعد ما شفت كنت الشاي يا حبيبي يا حبيبي الشاي 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 الشاي. يا محمود يا بنت الكلب، اوعي تحلافة عشان خاطري. لا احكي لك. تحكي لي ايه يا زين؟ ما تقتلهاش. يخرب بيتك يا زينة، يخرب بيتك يا زينة، دي تبعك يا زينة. يخرب بيتك. حاسه ان جسمي كله مكسر. كانت ليله سودة اللي قعدناها في القسم دي. الله يخرب بيتك يا فتون. اه اريحك يا حبيبتي. لا ما انا عارفه يا اخويا اللي فيها يا اختي، دايما في اساني كده. كملي الظابط عمل ايه؟ يا دوب هو قال لي الامنا يحفلوا علينا وانا اترعبت، قلت لا وانا مالي ماليش فيه. رحت حكي له على كل حاجه. اوف 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 اوف، دي تلاقيها اتروقت. لا اتروقت ولا حاجه، ده يا دوب هم تلات اربع اقلام الظابط اداهم لها احتياطي يعني علشان لو مخبيه حاجه تعرفها عن الواد. اختي ايه الساديه دي؟ وخرجت معاكي؟ دي ما عندهاش دم، وهي قالت لي اللي زعلانه وهشتني من على باب القسم، ده هي اللي بلتني بمصيبه. ايوه بس طالما هي خرجت معاكي يبقى هي تمام، وطالما هي تمام يبقى اكيد راحت على بيتها. طبعا راحت على بيتها، هي لها متوى غير هنا او في بيتهم. طب قومي هزي. نعم؟ هو انت عارف انا ليا في الهز؟ يا حبيبتي فهمتيني غلط، قومي هزي طولك عشان نروح لها. حتى الهز ده ماليش فيه، عايز تروح لها؟ روح لها لوحدك يا حبيبي. وبعدين انا في حاجه عايزه اقولها لك بقى بصراحه كده. قولي. ده غير انها جابت لي هنا قتال قتل، لو كانت هتوديني في 60 داهيه دي كل اللي حواليها لبش. وجوزها تاجر مخدرات وفي السجن اهو. واختها كمان. هربانة ومحدش يعرف لا هي فين ولا بتعمل ايه. ما يلزمنيش يا حبيبتي، ما يلزمنيش كل الهري اللي انت بتقوليه ده. انا كل اللي يلزمني حاجة واحدة بس، طالما هي خرجت معاكي يبقى هي تمام. برضه ماليش فيه، عايز تروح روح لوحدك،
مش هروح معاه. مش برضو هنروح لها؟ لا مش هروح لها. طب قومي اديني العنوان او اديني بوسه. طب اديني أمارة. انتي دايما بتصديني كده يا اخويا. خليك في العنوان، ما انا عارفه اللي فيها. حد يربي سحليه يا زينب؟ دي حربايه. اهلا وسهلا، شيليها بس من قدام، انا مش قادر ابص لها. ليه دي غلبانه؟ لا بتهش ولا بتنش، مطرح ما بتحطها بترضى وبتوافق. والله العظيم. طب يبقى هاتيها تنام جنبنا يا زينب. دي مخليها معاكي ليه؟ اصلي اصل انا اي حاجه بحلمها بتتحقق، وانا حلمت بيها. بالحربايه؟ اه، جات لي في المنام وبتتكلم. قالت لي ايه بقى؟ لا دي رؤيه كده. قالت لك ايه الحربايه يا زينب؟ قالت لي ان لو صاحبتها ربنا هيبعت لي ايام حلوه ويسعدني. فتاني يوم وانا على الكورنيش بفطر رحت شفتها وافتكرت الحلم، فروحت جايباها وجايه على طول. وبص ربنا حقق الحلم واكرمني بأجدع راجل وبيت وعيله. ادعي بس معايا يا محروس، ربنا يكمل الحلم ويحققه وتفضل معايا طول العمر. ربنا ياخدها. بص حلوه الوانها بتتغير. حلوه ايه بس يا زينب؟ حلوه ايه يا زينب؟ بس كده برضه هتتعود عليها. بص جوزها لما جاي يسأل عليها طلبت منه اصطفى، قال لي ان هو وقف شغله عشان متخانق مع مراته اللي هي عسليه. اهدى اهدى بس شويه علشان ماما عامله معايا مشاكل كتير قوي اليومين دول. بيس. المهم اتعرفت على الولد التاني الشاك بصراحه وكلاسي، ولد ديلر كده حلو احسن بكتير من راشد. راشد ده كان لوكال قوي. وانت؟ مفيش. منى عرفتني على ديلر بنت، انما ايه؟ هي واصطفتها احلى من بعض. بس كل ما اجي اكلم البنت الديلر دي تليفونها مقفول، مش عارف اصطف منين. هي منى ايه اخبارها صحيح؟ شو سنيفنج ات هوم، ابوها قفشها. ضرب بقى وخناق وزعيق والدنيا اتقلبت. اتسوحت، خدها وداها المصحه. اللي حكى لي الحوار ده الواد كيكو ابن خلف. مصحه؟ دي فيها على الاقل شهرين مثلا. مش بادئ بدري كده على الصبح؟ بدري ايه بس؟ انا ما بقتش بعرف اعمل اي حاجه من غير ما اصطبح. اصطبح؟ مش لاقي عليك خالص اصطبح دي. الله يرحم. I come from London. انت بقيت قديم قوي. ازيك يا مو؟ هاي طنط، ازيك عامله ايه؟ عايزاك. حضرتك سحبت من البنك 50,000 جنيه في شهرين بس، ممكن اعرف ليه؟ منى صاحبتي انت عارفاها مسافره بيروت وكانت محتاجه فلوس لحد ما باباها يبعتهم لها. ما بعتهمش قبل ما تسافر ليه يا ترى بقى؟ حصل مشكلة في تحويل الفلوس وحاجات كده، أنا مش فاهم قوي يعني، بس هي أكيد هترجعهم لنا يعني. أوكي، أول ما ترجعهم تبلغني، مفهوم؟ أوكي. لسه برضه مفيش أخبار؟ لا مفيش. إن شاء الله خير. على روي التليفون معايا. ايوه يا باشا اهو قدامي اهو. الو انسي تشكر يا عم على التوصيه. عيب يا علو ما تقولش كده، احنا اخوات يا راجل. يا كبير خليك معاه علي ثانيه واحده. ايه يا كابلو في ايه؟ البضاعه كلها ملفوفه وجاهزه، مش فاضل بس الاشاره منك يا كبير. طب روح جهز لي كيس. اوامرك. يا حلوه ابن عمك معاك اهو. يا علي ازيك؟ راشد ازاي تعمل فيا كده؟ يا علي ازاي؟ غصب عني يا علي والله، فرشحت مني وما عرفتش اللي معاه. طب اهدى بس، طب كنت عملت معاه؟
هقول لك يا سيدي كل حاجه. تقول ايه يا راشد؟ تقول ايه؟ سايبني كده؟ طب اهدى بس. طب كنت عملت معاك قول في ايه؟ انا ذبحت الونش. قتلت الونش؟ انت مجنون يا جدع. اهدى وافهم يا جدع. اترازل على مراتك كذا مره وعورته وما ارتجعش، وسلمني هو ابو هناء اعمل ايه؟ البس طرحه. يعني الحكومه بتدور عليك دلوقتي يا غول. فتون فين؟ معرفش. ازاي ما تعرفش عن حاجه؟ ده انا سايبها امانه في رقبتك. طب اعمل ايه طيب؟ واحده مجنونه والتانيه طفشت، تعمل ايه؟ ما تسمعش الكلام. عسليه طفشت؟ عرفت يعني؟ اسمعني يا راشد، تجيب فتون تحت ايدك. حاضر. اطمن عليها وبعد كده تدوروا انت وهي على عسليه. حاضر حاضر يا سيدي حاضر، هجيبها تحت ايدي هنا. حاضر ماشي. فتون لقول يا راشد، فتون. مش عايز اسمع حاجه، مش عايز اسمع حاجه. فتون. الله سمع الله لمن حمده.